قالت له؟ قالت له اخويا عمت عيني ولا اشوفك بلادين 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 وفيت مودع الباري بلادين بلادين يا اخويا الوقت فرني 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 بلادين وتهت ما بين شام وغابري ايدك لزينب وتهت ما بين شام وغابري ولاني ولاني أسير وعالم هموم ولاني ودهر غير رسومي ولاني 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 أنا لا نلمتت ويم ويمي أنا لا نلمتت ويمي ولاني 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 متت ويا اخوتي بالغابري متت ويا اخوتي بالغابري الله يحفظكم ويعظم اجوركم في هذه الليله ليله جزاكم الله خير الجزاء الجميل ما شاء الله نصح انا مليون الزوار خلي ان شاء الله حوائجكم مقضيه اريدك توقف مكانك تتقدم بارك الله فيك وصيح وياي اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل يا الله بعد اللهم عجل اللهم عجل إي قال مولانا الرضا ورواه ابن شبيب قال مولانا الرضا ورواه ابن شبيب إن جدي الحسين مات عطشانا جدي الحسين أشكر هدوئكم الله يبارك فيكم تركوه في العرب تركوه في العرب دامي الجسم سلي تركوه في العرب دامي الجسم سلي والله أينك شباب ارفع حي دعاء الإمام زماننا في هذه الليلة اللهم يا اللهم عجل لوليك الفرج الله يا قال مولانا الرضا وروى ابن شبيب إن جدي الحسين مات عطشانا إن جدي الحسين مات عطشانا
صاحب الزمان يا الله. إن شاء الله جزاكم الله خير جزاء المحسنين فضلا وليس أمرا يا خدمة العسكريين وقوتي للخلف بارك الله بك حتى تأخذ راحتك من أبو مهجور إن شاء الله الله يحفظكم شباب صلوا على محمد وآل محمد. إي ملكة الدنيا الشهر أنصب عزل زينب المسبي كل ساعة موت بحسرتي لو مر رجب بي بهذا الشهر أنصب عزل زينب المسبي مولاي يقول موسى مرد جبدتي من على غربة عمتي موسى مرد جبدتي من على غربة عمتي.
Thank you.
Shahid, I'm with her,
Thank you.
Sure.